يا مساء الخير والسعادة والأمل والتفاؤل عليكم مشاهدينا ومشاهدي قناة المحور في كل مكان. أهلا بكم معانا وحلقة جديدة ولقاء جديد من بصمة. في الحقيقة أنا كنت حابة أن أنا أقعد أشرح معاكم مواضيع حلقتنا النهاردة والبصمات اللي احنا جايبينها. أنا مش هينفع أطول لأن الحلقة دسمة، الحلقة فيها مواضيع كتير حلوة يا رب تعجبكم. قبل ما أقول لكم إيه الاسم اللي أنا كنت حابة أطلقه على الحلقة النهاردة، إحنا الفترة الأسبوع اللي فات من إعداد الحلقة اللي فاتت لحد النهاردة قابلتنا مشاكل كتيرة. في الحقيقة أنا حابة أتوجه بالشكر والعرفان لأستاذ كريم رشاد رئيس تحرير البرنامج ورئيس الإعداد، لأنه بجد بجد بيبذل طاقة ومجهود كبير علشان تطلع الحلقة بالشكل المرضي اللي انتوا تعجبكم وتقولوا فعلا الحلقة كانت حلوة. حلقة النهاردة نقدر نحطها جوه قوسين تفاؤل وأمل، واشتغل على حلمك علشان توصل لحلمك. اوعى تيأس، مفيش سن بيقف قدام حلم. اشتغل على الحلم هتوصل له. فاصل ونرجع لكم للبصمات. اهلا بكم مرة تانية، رجعنا لكم بعد الفاصل. وبصمتنا دلوقتي او الفقرة اللي احنا هنتكلم فيها هي هتكون بصمة فعلا في حياة المرأة المصرية لو فعلا تم تطبيق القانون اللي احنا جايين نتكلم بصدده النهاردة. الفترة اللي فاتت كان في نائبة تقدمت للبرلمان ان عايزة تقدم طلب قانون وتاخد عليه موافقات الأعضاء علشان القانون ده يتم العمل بيه. القانون ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن إن الزوج في حال إنه ضرب زوجته ممكن، والزوجة تقدمت بشكوى للنيابة أو لقسم الشرطة، ممكن الزوج ده يتحبس مدة تتراوح من سنة لخمس سنين على حسب الضرب كان عامل ازاي، ادى لاصابات ولا لا، ومقصود ولا مش مقصود، حتى لو كان باصرار والاصرار ده ان هو هيحدث فيها عاهة، ممكن توصل لخمس سنين سجن عقوبة. احنا النهاردة عندنا اسئلة كتيرة، احنا مش هنناقش الموضوع من ناحية قانونية، احنا هنتكلم من شق تاني، الشق الأسري. السنة اللي فاتت في فترة كورونا كان في حالات طلاق كتيرة بسبب ان الزوج والزوجة قعدوا مع بعض فترة طويلة في البيت. يا ترى القانون ده مش ممكن يرفع معدلات الطلاق؟ وهل ممكن فعلا الزوجة تروح تشتكي زوجها؟ احنا كطبع ناس شرقيين ده ممكن يحصل؟ كل الكلام ده واسئلة كتير تانية ممكن تدور في اذهاننا كلنا، هتجاوبنا عليها النهاردة ضيفتي الدكتورة دينا الجندي عضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة. مساء الخير. مساء الفل، أهلا بحضرتك. إزاي حضرتك يا دكتور دينا؟ الحمد لله تمام. دكتور دينا، تفضل. في البداية حابة أعرف رأي حضرتك الشخصي في القرار ده أو في القانون ده. عادي إن إحنا كده كزوجات مصريات جوزي لو ضربني أروح أشتكيه في القسم عشان يتحبس؟ انت سألتيني على رأيي الشخصي تحرجيني جدا، بس الحقيقة بصي الموضوع تفاقم قوي، وانا مع حاجة اسمها الردع، ان انا اعاقب هذا الشخص لردعه وردع الاخرين، لان زي ما حضرتك تفضلتي وقدمتي في الاول إن طلب القانون، سيادة النائبة اللي طلبت هذا القانون إن يبقى جزاؤه أو العقاب من سنة لخمس سنوات حسب جسامة الفعل أو جسامة الضرب، ضرب الرجل للمرأة. أنا الحقيقة مع هذا القانون ليه؟ لأنه هيردع ناس كتير جدا، لأن المجتمع اتغير قوي. الحقيقة الموضوع ده راجع للتربية، يعني أنا عشان أربي ابني من صغره وخليه يبقى راجل محترم، راجل يحترم المرأة اللي ربنا نادى بتكريمها، والرسول عليه الصلاة والسلام وكل الأديان نادوا بتكريم المرأة ومكانة المرأة
من منذ الخليقة للنهاردة. فإحنا تكريم المرأة مش بأهانتها، مش بضربها. وفي ناس كتير جدا إحنا مش عايزين نتطرق لدين أو لفقه أو ولكن في ناس بيستند ويقول لك إيه، طب ما هو ربنا قال ردعها بإن يضربها، الرسول قال تضرب. لا، هو الضرب ده عبارة عن حديث إيه؟ قال يعني حاجة مش بالسواك كمان يعني. لا ده كده يا شيخة وعي، يعني عارفة لطشة يعني بحنية يعني اسكتي بقى كده. لكن عشان تتضرب ويحصل ليها عاهة مستديمة او عينها معرفش يحصل لها ايه او دراعها يتكسر او يحصل فيها، لا يعني ده منتهى الجرم، ولازم ان يبقى في ردع لهذا الفعل عشان ما يتكررش. وما يعني ما فيش راجل يقول لك ايه انا اكسر للمراه ضلع يطلع لها 24. لا، ما فيش الكلام ده. انت بتستند للكلام ده هو بناء على ايه؟ التربيه يا جماعه اساس. الاب ما يهنش زوجته قدام الاولاد الابناء، صح. ما يضربهاش قدام الابناء. الولد بيطلع يقلد الاب مع امه بيعمل ايه، فبيطلع يعمل ده نفسه مع زوجته. فكونوا رحماء بالمراه، لان المراه دي الام والزوجه والاخت والعمه والخاله. حرام. رفقا بالقوارير بالظبط كده. هم رفقاء بالقوارير اللي بره، القاروره اللي في البيت ما حدش بيبص لها. بالظبط كده. طيب احنا بس في نقطه، احنا مش ملائكه. بالظبط. الستات مش كلهم ملائكه طبعا، والرجاله برضو مش كلهم ملائكه ومش كلهم شياطين طبعا عشان نكون عادلين. بالظبط. في سيدات ممكن يستغلوا القانون ده استغلال مش استغلال صح، يعني مثلا لو حصل مشكله بينها وبين جوزها، ولو حتى لاول مره انه مد ايده عليها، هل مش ممكن هي تستغله استغلال سيء؟ مش هي ممكن تروح ترفع عليه قضيه وتحبسه وتقول انا هربيه، انا ده مش جايز؟ الحقيقه انا مع حضرتك في الكلام ده. في سيدات بيتربصوا باي من اول حدث بيتربصوا للرجل ويروحوا يبلغوا عنه ويبهدلوا بعض منهم. معلش كمان في حاجه، في سيدات بتستفز الازواج، يعني بيبقى في بقى اهداف تانية، انا عايزه استفزه علشان دول. بصي الشواذ اللي في المجتمع مش عايزين نتطرق ليهم، لان دول بيبقوا شواذ. وزي ما قلت لك برضو التربيه، والتربيه دي انا بوجهها للنوعين، الذكر والانثى او المراه والرجل. صح. مش أنا احنا بنتكلم في منتهى الحياديه، مع اني انا كانثى انا بنحاز جدا للمراه وبحب انصاف المراه، لان هي يعني على مر العصور قاست كتير جدا بالقوانين وبالمعامله الرجال ليها وكده. ولكن احنا برضو ضد ان المراه تنتهز هذا القانون، تستغله بالظبط ليها. وفي نفس الوقت برضو هي ايه يعني، برضو المرأة خلينا يعني متفقين انها كائن ضعيف، مش قوية بقوة الرجل طبعا، مش قوي يعني مش ضعيفة. يعني برضو خلينا برضو منصفين وعادلين، ان في نسبة ضعيفة اللي اقوية وبتبقى شرسة جدا وعنيفة جدا. لكن على الصعيد الآخر لا، الرجالة نسبتهم أعلى في قهر المرأة. فخلينا يعني بنتكلم بالتوازن يعني. ولكن طبعا في ممكن أن مرأة تنتهزها، أنت مش من أول يعني، ممكن من استفزازها لي زي ما حضرتك بتقولي، والراجل بيبقى عصبي وطول النهار مشغول في بره بيته عشان يجيب المورد والرزق لأولاده ولأسرته، بيبقى بيقابل أشخاص وبيقابل صعوبات في طول النهار، فبيجي عصبي وبيجي متضايق، المناقشة بيستفز، يبتدوا الصوت يعلى، يبتدي يزقها. لا، الزقة دي يعني افوتها يا جماعة، يعني هي مش ضربة. يعني لو زق اسكتي بقى، اواوعي شوية كده ويزقها عشان يدخل عشان ما يستفزهاش. في راجل عاقل جدا بيروح سايب البيت وخارج تاني، يهدى وهي تهدى ويرجع يكلمهم. هم مش كلهم كده، لكن مش كله كده. طبعا بقول لك في راجل كده. الست لازم تكون اكثر حنكه، تكون عندها
الاحتواء والسياسة عشان تفوت. لكن ما استغلش أول زقة دي إن هي دي ضرب، لا، الضرب برضو ليه شروط، وأكيد سيادة النائبة اللي طالبة هذا القانون أكيد هيبقى فيه شروط للحبس، زي ما قلت لحضرتك إن هيبقى تسبب هذا الضرب لعاهة مستديمة، لجرح هيبقى شكله مش كويس يحتاج علاج كبير، المنظر اتقهرت جامد جدا بضربها. احنا دي انسان، ده بني ادم، اعتبرها امك، اعتبرها اختك، انت مش هتقبل ده لاختك. احنا هنلاقي بكره كل زوجه جايبه كشكول كده وابتدت تدون النهارده زقاني في كتفي اليمين بكره زي. ايوه بالظبط. لا الحياه مش هنبقى قاعدين ما هي دي مش الحياه، مش هي دي اللي احنا اتربينا عليه. يعني ايه اسره؟ يعني ايه عيله؟ يعني ايه زوج وزوجه واولاد؟ ده لازم ان احنا نغير من اسلوبنا وسلوكنا، ولازم الام والاب دلوقتي يعلموا ولادهم زي ما اجيالنا اتعلمت والاجيال اللي قبلينا، يعني ايه اسره؟ يعني ايه احافظ على جوزي، احافظ على زوجتي، احافظ على اولادي، يعني ايه احافظ على بيتي ما ادخلش. يعني في ناس بعض من الازواج بيدخلوا على انها معركه، مين اللي هيقود، مين اللي شخصيته قوية؟ لا يا مش كده خالص. انت بتبني حياة تانية أسرية، بتوصل جيل لجيل لجيل، فلازم تبقوا أسوياء عشان حتى أجيالكم اللي هي أبنائكم يطلعوا أسوياء. طب أنا في سؤال عايز أسأله. نفترض أن زوج مد إيده على زوجته وراحت اشتكته وأخد أقل عقوبة سنة، هل من الممكن ان الحياه ترجع تستمر بين بين الاثنين دول، خصوصا ان ممكن يكون في اطفال؟ وارد ان الحياه تستمر، يعني هي راحت اشتكته واتحبس، ربته زي ما هتقول انا هربيك بقى، هي بيعملوا كده، وهو خد العقوبه السنه وطلع، استمراريه الحياه بين الاثنين وارده؟ بصي هي هتبقى صعبه، هي مستحيله، صعب جدا، يعني صعب. كرامة الرجل برضو هتاخده، ومش هيقبل انه يعيش مع الانسانة اللي اخدت حكم بحبسه وقعد سنة مثلا محبوس، مش هينساها. يعني ما اعتقدش ان هذا الرجل هينسى الموضوع ده، وبالتالي برضو هي مش هتعرف تتعامل معاه. انا اسفه، يعني في نقطة كمان، ده في تبعيات، ما هو بالزبط. مجرد ان هو صدر عليه حكم بالحبس يعني هيفقد شغله، يعني هتبقى بقت سابقه عنده في الفيش بتاعه، حطمت حياته، يعني من الاخر حطمت حياته، تاريخ اسود. لا مفيش راجل هيقبل ده. يعني انا ما اعتقدش انه في راجل، الا بقى يعني اذا كان يقول لك الولاد وهي اخرى تقول لك لا طب خلاص عفى الله عما سمح عم سلف، وان في ناس يتدخلوا بينهم بين الاسرتين، لكن انا ما اعتقدش ان الدنيا هتبقى عاديه قوي بعد هذا الحكم، يعني خصوصا ان هي مجرد ما خدت قرار ان انا هروح احبسه، يعني هي عارفه ومتاكده تماما ان حتى خلال فتره السجن دي انت مش هتلاقي اللي يصرف على مش معنى كلامي انك انت كزوجه تقبلي بالذل وبالهوان، حتى يعني بالزبط. لو كان ده اسلوب حياه، لا لا انت لا لا ما مرفوض تقبلهوش. مرفوض، يبقى في سبل بالزبط. اخرى للتفاهم، وان لازم برضو يا استاذه انا برضو بكررها تاني مرارا وتكرارا، التربيه، اربي ابني كويس، والراجل اللي في البيت اللي هو الاب اللي هو القدوه يتعامل مع الام بمنتهى الاحترام والود. فما الموده والرحمه دي يعني ايه؟ التعامل بالرحمه والموده ويبقى في ود، وحتى لو في خلاف. يعني احنا اجيالنا، انا شخصيا عمري ما شفت والدتي ووالده اتخانقوا قدامنا، ولا صوتهم عالي على بعض قدامنا. هي دي التربيه، ان انا اطلع مثال، يبقى عندي قدوة حسنة أقلدها ويبقى مثال يحتذى به، سواء للبنت سواء للرجل. طب في سؤال تاني سريع أنا عايز أسأله لحضرتك. اتفضل. في وجهة نظر حضرتك برضو، تفتكري السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي بقت داخلة كل البيوت، ومفيش حد فينا ما بقاش عنده حساب على الفيسبوك أو طبعا، سببت
انه يكون في نديه بين الرجل والمراه. انه زمان كنا، انا اتربيت في بيت والدتي كان ما ينفعش صوتها يعلى لو والدي موجود، مش كسره ولا اهانه للمراه، لا ده احترام، احترام احترام. اه طبعا دلوقتي بقت راسي براسك. ده ممكن يكون بسبب السوشيال ميديا ولا تربيه برضو ولا فرق اجيال، ايه السبب؟ كل دول مجتمعين مع بعض. كل دول مجتمعين خلطناهم مع بعض وطلع بالظبط. التربيه، السوشيال ميديا طبعا عملت فجوه بين الرجل والمراه او الزوج والزوجه والاسره كامله يعني. زائد في التسخين كمان، تسخين من المسلسلات والافلام برضو. لسه خدتيها من عندي. الاعمال الدراميه مسؤوله. احنا في اجيال السبعينات واجيال الثمانينات وما قبل السبعينات كان في مسلسلات اجتماعيه تحث على الترابط الاسري واجتماع الاسره مع بعضها واحترام الام يعني في مسلسل اللي هو كان بتاع، لا فيلم بتاع عائله راتب، ولو امينه ولا سي السيد، لا 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 مش امينه وسي السيد، لا ده قهر لامينه اللي كانت عائله راتب هي الام المتحكمه واولادها رجاله ومتخرجين من الجامعات وهي والاب متوفي وهي اللي متحكمه فيهم وبتتعامل بقوه معاهم كلهم بيسمعوا رايها وبيسمعوا كلامها ومجمعاهم. يعني الام دايما بتجمع ولادها يعني بيقولوا لك بتعشش صح. مسلسل عادات وتقاليد بتاع زمان ده كل يوم قصه بيعلمونا الترابط الاسري ويعني ايه ضيافه ويعني ايه زياره الاهل ويعني ايه الجيران نتعامل معاهم ازاي. احنا مفتقدين، مجتمعنا دلوقتي مفتقد لهذا التراث اللي احنا افتقدناه. احنا لازم نحافظ على تراثنا ولازم ننتج مسلسلات وافلام واغاني واعلانات وبرامج تلفزيونيه تجمع شمل المجتمع المصري مره اخرى، تعزز من هويتنا المصريه الشرقيه الاصيله بالظبط، وتعزز من هويتنا المصريه اللي هي اصلا يعني ايه اسره. احنا اتعمل علينا حرب لتفكيك المجتمع بتاعنا لانه احنا من السبعينات شايفين المجتمع المصري كان مترابط ازاي، والاب والام واحترام الكبير والصغير واحترام العيله و احنا دلوقتي مفيش احترام، مفيش احترام لاي حد كبير. تعالي كلمي مع بعض الشباب او بعض ناس وحد كبير وحد ذو شخصيه كبيره ومهمه تلاقيه بيتكلم بمنتهى الاحتقار وعدم الاخلاق. فاحنا افتقدنا لده، فلازم كلنا المجتمع كله يعمل من اجل انه يعيد هذا التراث تاني وهذه العادات والتقاليد الاصيله تاني. اخلاقياتنا احنا للاسف ابتدت الزمام بتاعها يفلت من ايدينا بالزبط. بسبب ان احنا بقينا نتهاون في حاجات كتير بالظبط كده. دكتوره دينا الجندي شرفتيني ونورتيني سي. وكنت سعيده جدا بلقائي مع حضرتك. ميرسي، انا أشكرك. اللي اتشرفت بيكم، متشكره قوي قوي. لكل ست مصرية، أنا ما بطلبش منك إنك ترضي بالهوان وبالذل، بس اللي بقوله زي ما بنقول للرجالة رفقا بالقوارير، أنتوا كمان رفقا برجالتكم. كوني لي أم وزوجة هيكون لك ابن مطيع وزوج صالح. فاصل وراجعين. أهلا بكم مرة تانية. دلوقتي معانا فقرة أنا شايفاها إن هي مهمة جدا، لأن دي بتلفت نظرنا إن إحنا ناخد بالنا من ولادنا ومن صحة ولادنا. ومش أي حاجة أنا المفروض إن أنا أكتر مكان ببقى مطمنة فيه لما باخد ابني وبوديه للدكتور. المفروض إن أنا قبل ما أروح للدكتور ده أكون سائل وعارف هل الاختصاص اللي أنا عايزه لابني الدكتور ده هو متمكن منه ولا لا؟ لان ممكن هو الدكتور يكون شاطر جدا بس في مجال غير المجال اللي انا عايزه. علشان كده الطب لما اتعمل فيه تخصصات،
تخصصات كتير، يعني حتى على مستوى الأسنان مش أي دكتور سنان أروح له أعمل أي حاجة، ده في تخصص تقويم وفي تخصص حشو عصب وفي تخصص مش فيها، في تخصصات كتير في الحاجة الواحدة بس. المفروض إن أنا قبل ما ألجأ إن أنا أكشف على ابني أو بنتي أو أعمل عملية لابني أو بنتي، أبقى عارف كويس جدا إن الدكتور اللي أنا رايح له ده هو ده تخصصه، هو ده المجال بتاعه اللي هو درس وأخد شهادة فيه وشغال في النقطة دي. منورنا دلوقتي أستاذ أحمد سمير. أستاذ أحمد سمير أهلا بيك. أهلا بيك. منورني. نورك. أستاذ أحمد، أنت كنت حصلت مشكلة معاك مع ابنك. الأول قولي هو ابنك عمره قد إيه؟ في الشهر الجاي ده هيتم سنتين إن شاء الله. ربنا يديله الصحة والعمر ويبارك لك فيه ويجعل الذرية صالحة. ربنا يبارك لك. طيب إيه المشكلة اللي كانت حصلت مع ابنك؟ العادي يعني لما الطفل خلاص يتولد بقى فبنعمل له مرحلة الختان. هو ولد. هو ولد. ورحنا بيه عشان نعمل يعني مرحلة الختان دي. ختان عادي، وبعد 8 ايام اكتشفنا، يعني من ثالث يوم اكتشفنا ان في ورم وزرقان، ولما رحنا سالنا فامشي على المرهم ده. رحتوا للدكتور اللي عمل الختان ده دكتور، وقال لك لا مفيش حاجه وامشوا على المرهم ده. المرهم ده تاني مره برضو المرهم ده. فبعد 8 ايام لقينا طبعا، فروحنا للدكتور تاني. دكتور ولا دكتوره؟ لا كانت الاول دكتور اللي انطاها اللي عملت عمليه الختان كانت دكتوره. فلما رحنا تاني لدكتور والدكتور تاني طبعا كل ما يشوف الحاله فبيتخض ويغلط فينا، وانا بشوف رد فعله في وشه يعني غريب. طبعا انا خفت طبعا وقلقت فروحنا مستشفيات كتير خاصه وحكوميه الشكل اللي انت كنت شايفه بتقول كان فيه ورم وزرقان. وبعد 8 يوم الجلد بقى يسيب بعضه، في تهتك في الجلد. يعني في مرحله غريبه اول مره اشوفها وربنا ما وريها لحد يا رب. فلما رحنا عند دكتور بقى فراح محولنا لمستشفى كبيره حكومه. فبرضه لقيت الموضوع يعني عامل زي بكره الخيط كده لما بتسلت. انا قلقت بس راح يعني في نفس الوقت الرحمة مع يعني صلتي بالربنا كبيرة الحمد لله، فضلت ماسك فيها والحمد لله كنت متفائل خير. هو أنا بتكلم غرغرينا في الجلد حضرتك. أنا بتكلم لأن أنا عارفة الحالة كلها، فأنا بحاول أوصل للمشاهد الكلام، لأن حضرتك لما جيت قلت لي أنا عايز أجي أطلع في البرنامج قلت لي أنا جاي علشان أوعي الناس. أكيد طبعا، يعني دي النقطة اللي احنا عايزين نفهمها، أن أستاذ أحمد سمير جاي النهاردة عشان زي ما في دكتور معين ساب بصمه في حياته، هو كمان عايز يسيب بصمه في حياه الناس، ان هو بيقول لهم خلي بالكم من ولادكم، مش يعني ما تروحوش وتلجأوا لاي دكتور. ممكن تاني ممكن نقول الدكتور ده كان شاطر بس في مجال تاني مش في المجال ده. اتفضل كمل. يعني اللي حابب اشكره من يعني بعد ربنا كتير كتير الدكتور عبد القوي يوسف. ايوه، ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل ان الدكتور كانش موجود في مصر واستقبل تليفونك، وكان بيكلمني وكان بيستقبل تليفوناتي الساعه 1 بالليل، الساعه 12 بالليل، الساعه 1 بالليل 11، اي وقت كنت برن عليه كان بيكلمني على الواتس. طب احنا بقى في مفاجاه عاملينها. اتفضلي. الو. الو، مساء الخير دكتور عبد القوي. نور يا فندم. ازاي حضرتك يا دكتور، اخبارك؟ ازيك يا فندم، ازاي حضرتك وازيك وازاي المشاهدين والاستاذ احمد سمير. طبعا انا سامح كلامه. ازيك استاذ احمد؟ ازاي حضرتك، ازيك يا دكتور؟ ربنا يخليك. اتفضل دكتور. دكتور عبد القوي، حابه اسال حضرتك سؤال صغير في البدايه كده. قول لي من اول ما استاذ احمد سمير كلمك وحضرتك كنت بره مصر واستقبلت مكالمته سريعا، ايه اللي حصل؟ بصي، هو طبعا انا في الوقت الحالي ده انا ما كنتش موجود في مصر وكنت بره مصر. فهو انا لقيت حد بيكلمني وبيحكي لي قصته وبيحكي لي ان عنده ابنه مشكله في العضو الذكري بتاعه، فقلت له ابعت لي صور اشوف بس الحاله واقيمها واقول لك ان شاء الله خير يعني.
فهو بعت لي فعلا الصور وقلت له طبعا حالة ابنك حالة يعني متأخرة وحالة فيها مشكلة جامدة جدا وفي مشكلة في الطهارة والجلد بتاع العضو الذكري اسود وبين العضو كله اسود. فقلت له محدش في الدنيا كلها هيفيدك خالص دلوقتي الا العلاج، يعني انت مالكش اي حل دلوقتي الا تاخد علاج معين ولازم تتوجه تاخد حاجة اسمها جلسات اكسجين فوق الضغط او اكسجين مضغوط، هو الوحيد اللي هيساعد ابنك في الحالة دي وهو اللي هينقذه في الوقت الحالي، انما اي تدخل جراحي او اي تصرف مش هيفيدك. وبالفعل هو يعني سمع الكلام وراح اخد جلسات اكسجين فوق الضغط. انا حابب طبعا اتكلم عن النقطه دي ان العلاج بالاكسجين فوق الضغط الحالات اللي بتاخده طبعا الحالات اللي هم بيبقى فيها مشكله في غرغرينا او سكر في الرجل، مرضى السكر اغلبهم بياخده وهو مفيد كمان في الجروح، ففايدته ان هو بيحافظ على الانسجه وبيعمل تجديد للخلايا. فكان فعلا الاتجاه ان احنا اتحركنا فيه العلاج بالاكسجين ده كان مفيد جدا، وان احنا فعلا قدرنا نحافظ على النسيج الكهفي للعضو الذكري. فالحمد لله خلال الجلسات اللي هو خدها كلها قدرنا فعلا نحافظ عليها. بالمثل في الحالات اللي زي دي وما تعالجش بالطريقة الصحيحة ممكن لقدر الله من العدوى البكتيرية اللي تحصل في الحالات دي ممكن الطفل يفقد العضو الذكري بتاعه. لكن يعني كان ممكن فعلا ان احنا نضطر نلجأ لعملية البتر لا قدر الله. الحقيقة بس احنا طبعا الحمد لله انا طبعا يعني هو عارف الاستاذ احمد ان ابنه دلوقتي الحمد لله بفضل الله كويس جدا 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 وطبيعي زيه زي اي طفل، هو عارف طبعا الكلام ده وهو يعني الحمد لله يعني طبعا هو يعني ان هو يطلع يحكي قصته ويحكي قصة المشكلة اللي حصلت له ان هو يوعي الناس دي حاجة جميلة منه، وان هو يحكي تجربته مع القصة دي وان هو مش عايز حد يقع في المشكلة دي، دي حاجة جميلة جدا منه ان هو يطلع يحكي التجربة بتاعته. انا عايز اقول لحضرتك ان هو قبل التسجيل ولما كان بيتكلم معايا قبل ما نيجي نصور كان بيقول لي انا جيت بس مخصوص علشان انا مش حابب حد يحصل معاه مع ابنه زي اللي حصل معايا. انا ربنا اكرمني ان انا قدرت اوصل للدكتور عبد القوي وان هو يرجع لي ابني تاني، بس في ناس كتير ممكن ما تعرفش او ما تكونش دي الحظ ما يحالفهاش. طبعا. طيب دكتور عبد القوي لو كان استاذ احمد سمير اتاخر يومين ثلاثه كمان هل كنا فعلا ممكن لا قدر الله نضطر ان احنا نلجا للبتر؟ بص حضرتك هي حالته يعني حالة من الحالات طبعا حالات المعقدة، والطفل ان احنا الحمد لله ان هو تحرك بسرعة وده طبعا دور الاب الفاهم واللي هو ما بيبخلش على ابنه. وطبعا بص الحالات دي علاجها لازم عندي ناس متخصصين، يعني هو ممكن راح اماكن مش متخصصة فهم مش فاهمين الحالة، واللي شايفينه في الحالة العامة ان هي حالة سيئة او هو ما تطرقش للعلاج بتاعها، لكن هو كانت حالة لو حد متخصص وحد فاهم هو هيعالجه بالطريقة اللي انا عالجته بيها. وفي الاخر انا عايز يعني اشرح لحضرتك ان الموضوع موضوع متخصص، احنا لازم الناس تروح لحد متخصص، حد يعني في المجال علشان في أي حاجة سواء أي تدخلات جراحية جراح لازم أروح للمتخصص. من الحتة دي طبعا أنا لازم يعني النصيحة إن احنا نتكلم فيها موضوع الختان أو موضوع الطهارة، الناس ما تاخدوش إن هو موضوع بسيط، لا الموضوع ده موضوع كبير جدا وموضوع فني ومش أي جراح يعمله، ولازم يكون جراح متخصص، جراح أطفال أو جراح مسالك أطفال هو اللي يعمل العملية دي، لأن بيترتب عليه حياة الطفل ده بعد كده طول عمره وممكن لا سمح الله تحصل مشكلة كبيرة زي ما كان هيحصل مع ابن أستاذ أحمد. بالضبط، هو هي موضوع الختان أو موضوع الطهارة للولاد ده بياخد 10 دقايق والطفل يبقى كويس جدا،
ايه اللي يخليه يخش في سيناريو كبير جدا ويقعد يلف ليالي ويصرف فلوس كتير جدا غير المعاناه للطفل؟ قال لي هو كان غير موفق في اختياره في الاول. فاحنا لازم زي ما احنا قلنا ان احنا الختان ما يتعملش اول يوم خالص نهائي، وان لازم الناس يعني توعى للموضوع ده، مش اي حد يقول له لا ده فلان هو بيعمل ختان او طهر روح له جري، واحنا مش عارفين هو متخصص ولا لا، هو جراح ايه بالظبط. فدي نصيحه يعني علشان احنا الحلقه يعني بتاعتكم ما دام هو طلع يتكلم في القصه دي لازم احنا نقول وننصح الناس بالمعلومه دي. دكتور عبد القوي يوسف، انا عارفه كمان ان حضرتك تخصصك نادر، يعني مش هنقول شويه ده نادر جدا، ان اصلاح وترميم المشاكل اللي بتحصل عند الاطفال وقت الختان هو التخصص مش منتشر، ويمكن ده من فضل ربنا على استاذ احمد ان هو قدر يتوصل لحضرتك. دكتور عبد القوي اشكرك شكرا جزيلا وشرفتني بالمداخله التليفونيه، بس كانت لازم تحصل علشان استاذ احمد. استاذ احمد انت في كلمه عايز توجهها لدكتور عبد القوي؟ حابب اشكره يعني انت كنت قبل ما ندخل قلت لي انا بجد انا بقعد ادعي له كتير لانه هو رجع لي ابني زي ما كان، ويعني انت احساسك ايه من جواك؟ من جوا ان ده يعني جندي مجند في الارض، اللي بيعمل عمل صالح يبقى جندي مجند في الارض، ربنا بعته ملاك على الارض ان هو بعته جندي الحمد لله اللي بيعمل صالح جند في الارض. طيب نصيحة تقولها بسرعة لكل أب وكل أم. نصيحة ان ما نسيطرش بأطفالنا. ونخلي بالنا عليهم. ما نسيبهمش في الشارع وبرضه الدكاترة تخلي والدكاترة برضه. إن أنا برضه بروح أسلم ابني للدكتور. أنا ما بتعب أروح لمين غير الدكتور. بالظبط. ولازم الدكتور يبقى على قد الثقة. وحابب أشكر والدي كتير ووالدتي كتير. كل الناس اللي وقفت معايا يعني ربنا يخلي لك والدك ووالدتك ويديهم الصحة الحمد لله ويبارك لك في ابنك ويجعله ذرية صالحة يا رب. الله يبارك لك وإن شاء الله إن شاء الله تشوفوا أنجح إنسان في الدنيا. الله يخليك أستاذ أحمد سمير، شكرا شكرا جزيلا ليك، شرفتني ونورتني. شكرا لك. سريعا تاني، قبل ما نلجأ إن احنا نودي ولادنا نعمل لهم عملية لازم نبقى متأكدين كويس قوي إن الدكتور اللي احنا رايحين له ده هو ده التخصص بتاعه. فاصل صغير ورجعين. رجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم بصماتنا. البصمة دلوقتي غريبة وحلوة وبتدي تفاؤل وأمل. بصمتنا دلوقتي بتقول إن مهما كان سنك لازم تفضل تشتغل على حلمك. الحلم ما بيوقفش قدامه سن. ومش لازم إن أنا أقول لأ ده في صعوبات قابلتني. ما تسلمش، مفيش حاجة مستحيلة، كله بنقدر نعمله بالإصرار والتحدي. أكيد كل واحد فينا لما بيشوف رسمة حلوة بتعجبه بيقف قدامها وبيلاقي نفسه بيقول إيه الله، وممكن يفضل واقف مطول قدامها وممكن يتصور معاها كمان. ما بالك بقى لما تشوف الرسمات دي أو الرسومات دي واللوحات دي بطريقة جديدة ومبتكرة وأفكار جديدة، حاجات ما كانش يجي على بالنا إن إحنا ممكن نشوفها أو إن نعرف أو نقول الخامة دي ينفع يتعمل بيها لوحة فنية. معانا دلوقتي ضيفين من جيلين مختلفين. معانا منورنا أستاذ أحمد وهبة وأستاذة آية عبد الجواد. مساء الخير. مساء الخير. منورني. سلام. أستاذ أحمد. اتفضلي. موهبة حضرتك عبارة عن إيه؟ بترسم اللوحات بإيه؟ أنا برسم لوحاتي بالرمل. بالرمل؟ بالرمل الطبيعي. ربنا سبحانه وتعالى حبل الواحات، جبال الواحات بمجموعة ألوان تفوق الخيال. كل الألوان موجودة بدرجاتها إلا اللون الأزرق مش موجود. لذلك أنا ما بستخدموش خالص لأن ما ينفعش يتصنع، لأن هيفصل في اللوحة هيبقى النظر مش مرتاح فيه. وبحاول إني أوثق حياة الواحات القديمة اللي أنا عشتها. على سني ده طبعا أنا عشت الكلام ده فيه. ربنا يديك الصحة. الله يخليك. فأوثقها للشباب وأقول لهم بلدكم كانت كده في يوم من الأيام. وفي نفس الوقت بقول لهم إحنا لازم نعافر، الشباب ما يستسلمش.
يخش في اي شيء فيه ابتكار ويعمل اسم ليه. مش شرط ان انا اكون مقلد، لازم اكون انا صاحب الفكره متميز او متميز ليا بصمه. اللي هو برنامج بتاعنا اللي بيقوله انا ليا بصمه. بالظبط كده. بالظبط كده. شوف حضرتك، هو كان الموضوع اصلا انا فن التشكيلي في دمي طبعا من صغري، واشتغلت فتره خط عربي واشتغلت مخرج مسرح لمده 7 سنين. يعني الفن في دمك. الحمد لله. فكان لازم اعمل حاجه تميزني عن، او مش تميزني، تعمل لي انفراد عن الجو بتاع الاكاديمي، الناس الاكاديميين طبعا انا مش هجاريهم، انا راجل تلقائي، فانا مش هجاريهم في اعمالهم المدروسه. فانا اخترت ان انا اخد الطريق ده واخد النوع ده من نوع الفن بالظبط، اللي هو فن رسم بالرمل. حسيت ان انت مرتاح ان انت تعمل ده؟ بالظبط. بتبقى مبسوط، بتلاقي فيه نفسك؟ اكيد اكيد. انا بقعد بالساعات في المرسم بتاعي، ما فيش حد بيدخل عليا. لا كبير ولا صغير. انا هرجع لك تاني علشان انا حابه اشوف اللوحات، لان حضرتك قلت نقطه انا حابه اركز عليها واحنا بنشوف اللوحات. ماشي. بس هكلم استاذه ايه الاول. ماشي اتفضلي. استاذه ايه، ازيك؟ الحمد لله. ايه فكره لوحاتك؟ عباره عن ايه؟ هي اللوحات بتبقى بالخشب. لوح خشب وبيتقى عليه مسامير على الاحرف بتاعته، على الخطوط بتاعته، والالوان اللي من جوه بتتعمل بالخيوط. بتتحشي من جوه، بدل يعني كاني برسم بقلم رصاص عادي بالمسامير، ولما اجي الون بالالوان الثانيه بعملها بالخيوط تدي كل الالوان. يعني واحنا صغيرين في المدارس كان في حصه اسمها حصه تدبير منزلي. حصه تدبير منزلي دي كانوا اوقات بيدونا فيها النول، او دي شبيهه شويه للموضوع ده ولا يعني؟ ممكن شويه. يعني انت استوحيتي الفكره دي من هنا ولا انت وانت قاعده قلتي لا انا اعمل كده؟ لا، هي الفكره ان انا كنت بشتغل كروشيه اصلا من زمان. كنت بحب ان انا اشتغل بالخيوط خالص واعمل اشكال مختلفه وكده، بعمل شنط وشيلان ولبس حاجات زي كده. حابه تلعبي بالخيط؟ بالظبط. طيب ايا، انا برضو هرجع لك عشان نشوف بعض اللوحات بتاعتك، بس عايزه اكلم استاذ احمد. إيه، انا هستاذنك ممكن تعرض لي اللوحه من لوحاتك او نعرضهم كده، يا ريت لو الكاميرا معانا. حضرتك وانت بتتكلم من شويه قلت لي الجبال بتاعه الواحات كلها فيها كل الالوان. طيب. يعني الالوان اللي انا شايفاها قدامي دي بالرمل، من الرمل الطبيعي؟ من الرمل الطبيعي، هو حاجه رملي وانا بصحنه وبصفيه عشان يبقى كله يعني بحجم واحد، ما بقاش في حاجه بارزه قوي وحاجه صغيره. بصفيه بيبقى كله بتريق لواحد، وبعدين ببدا اشتغل عليه. يعني الاخضر ده والبني والتدرج درجات اللون البني في الجذع بتاع الشجره. ده لون طبيعي. لون طبيعي. لون رمل طبيعي. لون طبيعي. طب استاذنك كمان واحده نشوفها. انا بصراحه شايفه قدامي كلمة إعجاز في فن يعني شوية يعني. ودي كمان كلها مفيش أي ألوان دخيلة، مفيش دخيل خالص عليه. وبعدين أنا كمان يعني يمكن عشان تقول الحاجة عليا، لأن شيلها وحطها وكده، أنا بعمل الشغل ده على حاجات بيئية بحتة. أنا أحب قوي في مسألة إن أنا أغرق المحلية قوي بتاعتي. فبشتغل خشب الدوم، خشب شجر الدوم القديم اللي هم الواحاتيه زمان سكنوا الواحات زمان. احنا عايزين نعرض اللوحه الثانيه. انا اسفه انا بقطع كلامك، بس انا حابه اشوف باقي اللوحات، لان انا بصراحه عاجبني جدا يعني. طب يعني اللوحه زي دي هستاذنك نعرضها الثالثه. ده البيت الريفي المصري الاصيل وسيده قاعده قدام. البيت الواحاتي. طيب سؤال، هل حضرتك بتحدد الاول على الخشب بقلم رصاص وبعد كده بتبتدي؟ لا، لازم الاوتلاين الخفيف ده عشان يعني ابقى ماشي عليه. وهو غالبا بيبقى في البورتريه، يعني في عمل اللوحات زي كده بيبقى عادل، يعني ممكن اشتغله بالفرشه مباشر يعني. لوحه زي دي تاخد وقت قد ايه من حضرتك؟ مش حضرتك، انا اصلا ما بحسبش وقت فيه لسبب، لان انا بشتغل بماده لازم تنشف الاول عشان الالوان ما تخلطش معايا. حضرتك بشتغل اكتر من عمل في توقيت واحد، يعني بحطهم قدامي وبشتغل في جزء وبعدين انقل على الثانيه وبعدين ارجع تاني يكون ده نشف، عشان ما يحصلش خلط في الالوان. بس ما شاء الله. اللوحات بتاعتك بتطلعي منها قصه ولا الشكل اللي بيجي في بالك بتعمليه؟ وايه اكتر لوحه انت عملتيها حاسه ان انت حباها وقريبه لقلبك؟ لا، انا بختار الاشكال
اللي بحسها بتعبر شوية عني، بحس فيها بحاجة يعني برتاح لها كده، مش عارفة، أنا بحس إن يعني في حاجات برتاح لها وحاجات لا. هو كل فنان يعني مثلا في المطرب لما بيقعد يدندن مع نفسه بيحس انه ارتاح نفسيا، يعني الرسام لما بيدخل المرسم بتاعه وينعكس شويه رسومات كده بيرتاح نفسيا. يعني انت بترتاحي نفسيا لما بتعملي الكلام؟ خالص. اكتر لوحه انا بحبها هي اول لوحه انا عملتها، هي شكل شبه النجمه كده شويه، والخيط بتاعها خيط رفيع خالص اللي هو بتاع الابره والخياطه العادي. بس هي اول واحده وطلعت مظبوطه جدا، ف يعني انا عزيزه جدا على قلبي، اول تجربه ليا. بتحلمي بايه بقى يا ايه؟ انا نفسي ان انا اشارك في معارض كتير في مصر وبره مصر. انت لحد دلوقتي لسه ما شاركتيش في ولا معرض؟ ولا معرض. ان شاء الله بصمه يكون سبب انطلاقه ليكي والاستاذ احمد ان انتوا تشاركوا في معارض عالميه، يا رب. مش بس معرض في مصر، لان انا شايفه قدامي فن رفيع المستوى وذوق عالي، احساس يعني انا بصراحه انا مش لاقيه كلام يساعدني على وصف الروعه اللي انا شايفاها. انت من مسامير وخيط طلعتي لوحه، واستاذ احمد من رمل طبيعي وخشب طلع فن راقي جدا. انا كنت سعيده جدا ان انتوا نورتوني النهارده. استاذ احمد انا حابه بس حضرتك قبل ما نختم تقول لي برضو حلمك ايه غير ان تطلع لمعرض، او حابب تقول للشباب ايه؟ لا انا عايز الشباب يعافر ويحاول يبتكر، لانه هيلاقي نفسه فيه طالما حبه، هيلاقي نفسه فيه، ما يستسلمش. اكيد الاستسلام شيء مميت يعني. انا بالنسبه للمعارض الحمد لله انا بطلع معارض كتير جدا جدا جدا، حاجات تابعه للحكومه، الحاجات الحكوميه وحاجات خاصه، يعني معارض خاصه. يعني انا عملت في الصاوي وعملت في الثقافه الايطالي والروسي وحضرتك وقت القاهره، كل ده عملت فيه معارض خاصه. المعارض الحكوميه طبعا ديارنا تبع التضامن الاجتماعي، وفي تبع وزاره الصناعه. هو كل ده لازم، كل المعارض لازم لازم. لا بطلع، وطلعت مره بره برضه، طلعت البحرين برضه تابع للدوله ان شاء الله. الفنان الكبير احمد وهبه نورتني وشرفتني، والفنانه المستقبليه الجميله قوي والرقيقه واللي افكارها بجد جديده وحلوه ومبتكره، آية شكرا ليكي نورتيني وشرفتيني. شكرا لحضرتك. شكرا ليكم، انا بشكركم جزيلا. مشاهدينا خليكم ورا حلمكم، اوعوا تيأسوا، عفروا هتوصلوا. فاصل وراجعين. انا باكل كتير وبحاول اقلل اكلي وبلعب رياضه، ما بخسش، عايزه اخس، اصل هدومي ضاقت عليا، ما بقتش عارفه البس لبسي كويس، شكلي ما بقاش حلو. ده هوس اليومين دول ستات ورجاله، كل اللي في دماغهم وكل همهم وكل حلمهم يخسوا. يعملوا ايه؟ يدخلوا على النت يجيبوا وصفات ويعملوها، يا اما تعمل لهم مشاكل، يا اما ما يخسوش، يا اما حاجات كتير قوي. عشان نحل لكم الموضوع ده منورانا النهارده خبيره التغذيه العلاجيه رنا القاضي. منوراني. منورك، تسلمي. بصي بقى، في ناس كتير بنلاقيهم بياكلوا اكل كويس يعني وبيلعبوا رياضه بس ما بيخسوش. ايه؟ تمام. بيبقى المشكله في الحرق. يعني احنا بنركز على الاكل بس ما بنركزش على الحرق بتاعنا. اول حاجه لما بنقول الحرق، اول حاجه بيفكر فيها الانسان، انا هاكل ايه عشان اعلي الحرق بتاعي، او هشرب ايه عشان اعلي الحرق بتاعي. وبينسى ان المسؤول الرئيسي عن عمليه الحرق بتاعتي هي الهرمونات. الهرمونات ازاي؟ انا عندي هرمونين مسؤولين عن عمليه الحرق. اول هرمون اللي هو هرمون الانسولين. هرمون الانسولين ده انا لما باكل نشويات الاكل ده بيتكسر وبيتحول لجلوكوز. الجلوكوز ده ما ينفعش يكون موجود في الدم، ربنا سبحانه وتعالى ما بيخلوش موجود في الدم علشان الانسان ما يبداش يتعرض لكوما. فبيحصل ايه؟ المخ بيدي اوردر للبنكرياس ان يحول الجلوكوز ده او يدخل الجلوكوز ده في الخليه علشان نستخدمه احنا في عمليه الحرق. ايه هي عمليه الحرق؟ طيب هي السعرات الحراريه اللي بيحتاجها الانسان على مدار اليوم عشان يقوم ببعض الوظائف الحيويه زي الهضم والتنفس، وظائف القلب، وظائف الكلى كمان، او الطاقه اللي هي بتدخل لنا اللي هي الجلوكوز اللي هو بيدخل لنا عن طريق الانسولين. طيب ايه هو الانسولين؟ هو المسؤول في جسم الانسان عن تخزين الدهون.
عشان كده لما باكل نشويات او سكريات كتير الانسولين عندي بيرتفع قوي، فبيحصل عمليه اسمها شوت داون لعمليه الحرق. عمليه الحرق عندي بتتضرر او بيبقى زيرو خالص. طيب في ناس هتقول مثلا انا ما باكلش سكريات كتير او نشويات كتير بس عمليه الحرق عندي برضو بيكون ضعيف، ده بيكون سببه ايه؟ بيكون عنده مثلا نقص في فيتامين دي، عنده مثلا انيميا، عنده خمول في الغده الدرقيه، عنده مثلا مقاومه الانسولين. ازاي عنده مقاومه الانسولين؟ ان الانسولين بيكون موجود في الخلايا بس هي يعني الخلايا مش حاسه بيه، فالمخ برضو بيدي اوردر للبنكرياس ان يفرز لي الانسولين علشان يبدا يحس بيه، فبرضو بالتالي عمليه الحرق عندي بتقف. تاني هرمون مسؤول عندي اللي هو الجريس هرمون، اللي هو هرمون النمو. تمام، دوت المسؤول الرئيسي عن عمليه الحرق او بيعلي عندي الحرق وبيخلي فيه طاقه وحيويه في الجسم. ناس كتير برضو بتتابع خصوصا على السوشيال ميديا الايام دي اللي هو نظام الصيام المتقطع علشان يعلوا بيه الجريس هرمون عندي. ما هو انا لسه كنت هسالك اقول لك في زي ما قلنا في البدايه انا ببقى عايزه اخس، انا مكسله اروح لخبير تغذيه ومكسله اخرج، انا ادخل على النت بقى عليه كل حاجه دلوقتي فعلا. ازاي تطبخي المسقعه في 9 ايام؟ فطلع من ضمن الافتكاسات اللي طلعت الصيام المتقطع. تمام، هما بيطلقوا عليه اللي هو الكيتوجينيك دايت او الكيتو. تمام، هما بيعملوا ايه بقى في الصيام ده؟ الصيام المتقطع هو الكيتو دايت كلها بتختلف بس المسميات، يعني النظام الكيميائي والكيتوجينيك اللي هو مشهور بالكيتو والصيام المتقطع. هما بيعملوا ايه بقى؟ بيصوموا 16 ساعه وبيفطروا 8 ساعات. بيعتمدوا طول ما هم صايمين ال 16 ساعه بيعملوا ايه؟ بيفضلوا يشربوا مشروبات بدون سكر، ميه، شاي بدون سكر، ينسون وغيرهم المشروبات. بيجوا ال 8 ساعات بتاعه الافطار بتاعتهم بيعتمدوا على البروتين والفيت. طيب هم دلوقتي لما يبقوا خلاص هم خسوا، هم بيخسوا بالفعل. تمام، هل هم بقى لما يخسوا عايزين يرجعوا بقى للمعدل الطبيعي او عايزين يثبتوا الوزن اللي هم خسوه، هل هم يعملوا ايه؟ هيفضلوا متابعين النظام المتقطع ده عشان يحافظوا على وزنهم، ولا هم هيرجعوا لوجبه الفطار والغداء والعشاء، ولا الصيام المتقطع ده هيبقى اسلوب حياه؟ بالظبط، فبالتالي انا لو رجعت يعني طبيعي مش هقدر ان انا اكمل طول حياتي على صيام متقطع، وفي نفس الوقت لو رجعت للمعدل الطبيعي بتاعي لو فطاري وغدايا زودت السعرات الحراريه بتاعتي فبالتالي ما ثبتش، مش هعرف اثبت. تاني حاجه هم بيعتمدوا على البروتين والفات اكتر، كتر البروتين والفات عندي بيعلي لي الكوليسترول وبيخلي درجه الدم عندي بيخليه حامضي، فعلشان اعادل درجه حموضه الدم عندي باخد من الكالسيوم اللي موجود في الجسم، فبالتالي بضعف الكتله العضليه. بالظبط، فبتعرض لهشاشه. غير بقى الدوخه وناس كتير بيغم عليها، صداع، شعر بيقع، بشره بتتضرر وغيره طبعا، من يعني كتير قوي من الامراض بيتعرض لها. فهي الفكره ان احنا نخس بس بصحه، مش نخس ويبقى في اثار جانبيه. نخس من غير ما نحس، ننام نحلم نخس. طبعا في طبعا حلول برضو بنخس يعني. طيب هل في ادويه ممكن يعني تتاخد عشان تخسس؟ اصلي كتير الاقي على النت، انا عايزه اسيب دي عشان بصراحه انا عاجبني الكلام بيني وبينك. في ادويه كتير وفي تلاقي اعلان اصل الكبسوله دي هتاخدها هتقفل نفسك لمده 20 سنه قدام، ودي مش عارفه هتعمل شيب ايه، الكلام ده موجود فعلا؟ هل في ادويه بتساعد على الحرق؟ او طبعا في ادويه بتعلي الحرق عندي، مش بس كده كمان بتزود يعني بتقفل ليا الشهيه. بس لازم الاول يتم التعرف على الاربع اسئله، ايه هم؟ لازم الاول اعرف الطول والوزن. تاني حاجه لازم اعرف اماكن تمركز الدهون، هل هي الدهون متوزعه على الجسم كله ولا متوزعه على اماكن بس. تالت حاجه لازم اعرف هو مشكلته شهيه بس، بياكل كتير ومش قادر يتحكم في الشهيه، ولا بياكل كميه قليله والحرق عنده ضعيف، ولا مشكلته الاثنين. رابع سؤال وده مهم جدا لازم يتسأل، الحالة الصحية، هل هو بحالة جيدة يعني ما بيعانيش من بعض الأمراض أو ما بيعانيش من الأمراض خالص، ولا مثلا هو بيعاني من بعض الأمراض زي مثلا ضغط أو سكر سواء من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية. ففي كورسات الكبسولات بتاعتها مكونة من أعشاب طبيعية ما فيهاش أي مواد كيميكال خالص، وطبعا مادام ما فيهاش مواد أي كيميكال خالص فبالتالي ملهاش أي سايد إفكت. الكبسولات دي ميزتها إيه؟ أول حاجة لو هو مشكلته شهية هي فيها أعلى أنواع الألياف اللي هي مادة الكوجيت، فبالتالي هيحس بالشبع فهي بتعمل كبديل لبالون المعدة. دلوقتي أنا سددت الشهية فلازم أعوض سد الشهية بالفيتامينات، زي فيتامين دي عشان احافظ على الكتله العضليه، وفيتامين سي عشان نضاره البشره. وانا بخس ما يبداش الجلد عندي يبدا يحصل فيه اصفرار. كمان في اقوى عنصر للحرق اللي هي ماده الكارتن. تمام، غير كده وكده فيها ماده الجارسينيا، ماده الجارسينيا دي اللي بتمنع تمركز الدهون في الجسم.
كمان وانا باخد الكبسوله دي هتحسسني بالعطش جدا، فبالتالي اتخلصت من السموم والاملاح والوزن الزائد، وكمان لعبت على المخزون اللي في الجسم ان انا هقدر اتخلص منه بشرب الميه الكتير. كمان حافظت على معدل السكر في الدم، ضروري جدا وانا بخس احافظ على معدل السكر في الدم. ليه؟ لان في ماده الكروميد، فبالتالي انا سديت الشهيه، عوضت عن سد الشهيه بالفيتامينات، اديته اقوى عنصر للحرق، اديته الجارسينيا عشان ما يحصلش تمركز للدهون، شرب عشان يتخلص من الاملاح والزيادات اللي عنده، وبالتالي وحافظت على معدل السكر في الدم. فبالتالي هيخس بدون اي اثار جانبيه وكلها عشيه. بس طبعا انا ما ينفعش اروح مني لنفسي ادور على حاجه على النت واجيبها واخدها، لازم يكون بالظبط، لازم الاول بيتسال كام سؤال اللي انا قلتهم في الاول، اللي هو الطول والوزن تمركز الدهون، لازم اعرف، مهم جدا اعرف مشكلته ايه الاول، طبيعه اكله على مدار اليوم ايه، مواعيد الاكل بتاعته، الحاله الصحيه، مهم جدا ان انا لازم اعرف الاول. ما هو عشان كده انا بقول لازم يلجا لخبير متخصص بالزبط. عشان كده بنقول خبير التغذيه العلاجيه حد مهم جدا ان انا لازم الجأ له لما اكون خلاص انا عايزه اخس. فانا هروح هقول له انا عايزه اخس، انا دلوقتي عندي مشكله عايزه اخس 90 كيلو، انا عايزه اجي لك اخس 90 كيلو من بكره هنبتدي مع بعض. خبير التغذيه العلاجيه رنا القاضي، عايزاكي تختمي معايا بنصيحه للي عايزين يخسوا يعملوا ايه؟ لازم الاول بدايتي تكون صح عشان اقدر اثبت صح، وبالتالي اعرف احافظ على اللي انا ثبته. اغير نمط وسلوكيات حياتي. ازاي اغير نمط وسلوكيات حياتي؟ اغير ان افهم ان الاكل ده سواء كنت عايزه اخس او ما اخسش، ان الاكل بتاعي لازم يكون صحي. تمام؟ صحي ازاي؟ ان انا ابتعد عن الحاجات اللي هي فيها الزيوت، ابتعد عن الاكلات الفاست فود. ليه اروح اجيب اكل من بره لما انا ممكن اعمله في البيت واعمله بطريقه صحيه؟ كمان من الصعب ان الشخص اللي هو خس مثلا 20 كيلو او 15 كيلو او اكتر، طبعا بيخسوا يعني اوزان اكتر بكتير، صعب قوي ان هو لو اعتمد على دايت صح من البدايه ان هو يرجع تاني. ليه بيبقى صعب ان يرجع تاني؟ بدايته كانت صح فصعب ان يرجع. لو مثلا كل حته بانيه مثلا مقليه في زيت مثلا، او كل اي اكل من الاكل ده، مش هيقدر يعني معدته مش هتقدر تتحمله. ليه بقى؟ يبدا يحس بعصر هضم وانتفاخ، يحس بتعنيه. فعشان كده بنحاول ان احنا نتبع نمط وسلوكيات صحيحه. خلاص معدته اتعودت على نمط حياه معين وصحي بمعنى اصح، ويكتروا من الالياف وشرب الميه والكلام ده. بالظبط، شرب الميه مهم جدا. طب يعني ممكن يشربوا شويه بنزين علشان الحرق لا لا، ما انا قلت فيه لو هو الحرق عنده متضرر بيبقى فيه كبسوله. دي نصيحه. لا لا، بيبقى فيه كبسوله بتعلي عندي معدل الحرق، ولو شهيه برضه بقدر برضه ان انا اتحكم في الشهيه بتاعته. وكمان ميزتها ان بتكون بعوض عن سد الشهيه ان يكون بيكون فيها فيتامينات. رنا القاضي خبيره التغذيه العلاجيه، انا مبسوطه، انا اسعد، وفي نفس الوقت زعلانه ان وقتنا خلص. وقت الحلقه كلها للاسف خلص، بس انا حبيت ان انا اختم الحلقه بتاعتي معاكي علشان تبقى حاجه صحيه وحاجه حلوه وجميله زيك. تسلمي. انا حبيت اقفل الحلقه بشكل حلو وحاجه صحيه. خبيره التغذيه العلاجيه رنا القاضي، شكرا ليكي، نورتيني وشرفتيني. نورك، تسلمي. مشاهدينا، صحتنا اهم ما في حياتنا، علشان كده لازم نعيش صح علشان ناخد بالنا من نفسنا ومن ولادنا. فقرتنا خلصت وحلقتنا كمان خلصت، بس احنا لسه على وعدنا معاكم يوم الثلاث الجاي الساعة 10 بالليل، استنونا وبصمة جديدة وحلقة جديدة. تصبحوا على خير.